بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بارك الله فيك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. حسبك. بارك الله فيك. نور مبين العابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. بارك الله فيك عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قراءة طيبة للشيخ يعقوب مع مقدار في زيادات الغنن فلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بارك الله فيك شيخ عبد الحميد. ولكن قراءة طيبة ولكن بعض الملاحظات عندك الاعتناء بالفتحات الحروف وعدم الميل إلى إمالتها وعندك ملاحظة واحدة أخرى أنك تختلس النون أثناء الوقف عليها يجب أن تبين النون أثناء الوقف حتى لو خيل للسامع أنها ميم. بارك الله فيك ربي يجازيك. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارك الله فيك شيخ، تلاوة طيبة، ولكن هناك بعض الملاحظات، عندك زيادات بعض الحروف أثناء القراءة، مثال لا رأيته، أنت قريتها لا رأيته، هذه واحدة. وعندك حركة ملاحظة ثانية أنك أسكنت الهاء، والأصل فيها أن الهاء مضمومة، وهو أنت قريتها وهو. بارك الله فيك، ربي يجازيك خير. قرآننا نور مبين للعابدين مدى. أولا نحمد الله عز وجل أن جمعنا في بيته وعلى مائدة من موائد القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأحيي أيضاً هؤلاء المشايخ والطلبة والطالبات الذين يحملون كتاب الله عز وجل ويتنافسون عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وبارك الله في الجميع، ولا ننسى، والشكر موصول إلى قناة الأنيس، وبارك الله فيكم.